طفل عمره شاب عمره 17 سنة رايح على الدورة على المدرسة ضرب عليه الكلب ابن الكلب بشار الأسد بالطيران واتصاب والحمد لله الله أطعمه وأكرمه بشهادة الفضل لله عز وجل الفضل لله عز وجل إنه الله أكرمه بشهادة وهدول خنازير خلي يمدوا فطس خلي يمدوا فطس إنه ورئيسهم الله لا يوفقه الله لا يوفقه الله لا يوفقه اطلاق النار هذا اي وقت اطلاق النار هذا عم يوقفوا اطلاق النار الروسي بالروسيه عم يضربوا بالصواريخ بالطيران الله لا يوفقهم الله لا يوفقهم الله لا يوفقهم حسبنا الله ونعم الوكيل باذن الله راح ننتصر شو ذنبه هذا شو ذنبه هذا شو عمل هذا ارهابي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل